السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وتضيف هذه الأخت الفاضلة كتقول بأن صديقة عزيزة عليها أيضا تريد الإنجاب، متزوجة منذ 9 سنوات تقريبا، زارت أطباء كثر كلهم أجمعوا على أنها سليمة هي وزوجها، ودائما تطلب الاتصال لكنها لم يوفق الحد. فتطلب منكم أيضا أيها الأحباب الكرام دعوة الخير، فاللهم يا رب يا كريم يا حنان يا منان، ليس لنا إله سواك، أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت على كل شيء قدير. نسألك اللهم بنور وجهك العظيم أن تعجل لأختنا هذه بالإنجاب. اللهم بشرها في القريب العاجل بحمل قريب، وارزقها التوأم الذكر والأنثى. اللهم يا رب يا كريم أسعد قلبها وقلب عائلتها، اللهم عجل لها بالفرج. اللهم يا رب يا كريم لا تدعها فردا وأنت خير الوارثين، ارزقها كما رزقت زكريا على كبر وكما رزقت إبراهيم على هرم، عجل لها بالفرج، عجل لها بالفرج. قولوا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.